ونديم كمال مفيش غيره. هو نديم اللي قتل صافي. مش حد غيره يعمل كده. مش بتقولوا دور على المستفيد؟ نديم هو المستفيد الوحيد. حبيبتي يا صافي، أنا كنت فاكرة أقصى حاجة يعملها إنه يبوظ لها الفرح، يحط لها السي دي في السويت عشان جوزها يشوفه ويخرب عليها الجوازة. حتى موضوع السي دي أنا ما كنتش مصدقاه غير لما شفته بنفسي. السي دي إيه اللي بتتكلمي عنه؟ اتفضلي. ايه اللي في ايدك ده؟ حبيبتي يا صافي، انا قلت لها، على فكره انا حذرتها، قلت لها صافي بلاش اتحدي الراجل ده بالذات، ما تتحديش نديم كمان، ما تستفزهوش. ما سمعتش كلامي، هي كانت فاهمه غلط. هي كانت فاهمه نفسها غلط وكانت فاهمه هو كمان غلط. حبيبتي كانت فاكره انه زي بقيت عشاقها، لما يتهزم في حبها هياخد جنب، يلم نفسه على احزانه ويسكت. بس قلت لها لا، مش نديم. الناس الاقوياء اللي زي نديم بيعترفوش اصلا بالهزيمه. هي ما صدقتنيش، طيب. معلش يا استاذه، انا مقدر جدا الحال اللي انت فيها. كان الله في عونك، كان الله في عونك. يا استاذه معلش، عايزين بس دلوقتي كلامنا يبقى محدد ودقيق، لان الدقيقه تفرق معانا دلوقتي. تفتكر الدقيقه دي هتفرق مع صافي؟ صافي خلاص ماتت، نجم كمال عدلة. طيب قبل ما نوجه الاتهام لأي حد، معلش اتعبي معايا شوية وقولي لي، ممكن أفهم منك إيه اللي شفتيه على السيديهية دي؟ سيديهية تخيل حضرتك يوم فرحك وانت طالع مع عروستك السويت، عروستك اللي بتحبها وفرحان بيها، تدخل تلاقي على السرير ظرف، تفتحه تلاقي سي دي. هي تستغرب ممكن تكون ايه، صورة الفرح، اي مفاجأة من اي نوع. ايه اللي في ايدك ده؟ وريني بتعملي السي في ده؟ معرفش، أنا جيت لقيته هنا. تحطها في جهاز الدي في دي، تلاقيها كليب فاضح لعروستك، عروستك انت بتحبها وناوي تعيش معاها بقيت عمرك. تفتكر شعورك هيكون ايه؟ طبعا هتسيبها، محدش هيلومك لو سبتها. ده انت لو رجعت وقتلتها بعد، محدش هيلومك، مش انت اللي هتبقى القاتل. القاتل هو اللي بعت لها السي دي. ممكن افهم ايه بالظبط اللي انت شفتيه على السي دي ده؟ ده واحد من اللي جوزتيهم؟ رد عليا! ايوه. مين ده؟ مين ده؟ ده نديم كمال. نديم كمال اسمع تسمع 22 مرة ليلة! انت كنت حاصل بتصوري ازاي بس يا شريف؟ انت كدابه. انا مش كدابه، ده مظهر واحده عارفه انها بتتصور. حضرتك تقدر تشوفه بنفسك،
هو فين طيب؟ في السويت، في جهاز دي في دي. لا مش صحيح، احنا فتشنا السويت كويس جدا، مفيش اي حاجه في جهاز دي في دي. لا انا متاكده، انا شفته بنفسي. حد يكون اخده؟ طيب لحد ما نحط ايدنا عليها، ممكن لو سمحتي تفهميني ايه بالظبط اللي كان موجود فيها؟ يا ستي استحملي اسئلتي مهما كان شكلها بايخ او دمها تقيل. يعني نقدر نقول انه مثلا كان في عليها مشاهد من علاقه خاصه بين نديم كمال وصافي سليم؟ لا معلش، كانت علاقه خاصه بين راجل ومراته شرعيه، كانوا متجوزين. وانا صراحه يا فندم مش فاهمه، ما بقتش فاهمه حاجه اليومين دول. هو الواحده لازم لما تيجي تنام مع جوزها تدخل الاوضه وتفتش في كل حته عشان تتاكد ما فيش كمال بتصورها؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ لما واحد المفروض ان هو متحضر ومثقف وناجح وكل شويه يطلع في الاعلام يتكلم عن مستقبلنا وعن مستقبل مصر، يعمل حاجه حقيره واطيه زي دي؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ سابقين الجهله ومتخلفين والزباله. طيب بس اهدي. اهدي بقى، اهدي. قولي لي، صافي قالت لك ايه كان رد فعل شريف لما شاف الكلام ده؟ انا متخيل طبعا ايه رد فعل اي راجل هيبقى ازاي، بس حكيت لك ايه؟ يعني قام ضربها، قال لها كلام بايخ بس فيه تهديد. يعني هي اكيد حكيت لك الحوار اللي ضار بينهم. ايوه. ها مش معقول. انت كدابه يا مش كدابه والله يا شريف. انا مش كدابه. سيب تاني مش هتوصل لنا. سيب تاني شريف، انت مش شايف هما بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا يدمروني، عايزين يبوظوا جوازنا، عايزين يموتوني يا شريف. انا مش حاضر تاني حاجه. يعني ايه؟ انت طالع. صافي يا حبيبتي حاولت تشرح لشريف، تفهمه ان الكليب ده اتصور لما كانت على ذمه نديم، بس المشكله اصلا ان هي ما كانتش حكي له عن نديم ده خالص. ده كان أول مرة يسمع اسمه هو في الفرح وهو قاعد في الكوشة. شريف لا سيبيني. لا مش عارف. يا ابني اسحبني قدامي. مش عارف. يا ابني يا ابني لا جرب. شريف أصغر. شريف جرب. شريف سيبيني. ليش يا سيبيني؟ بقول لك سيبيني. ليش يا سيبيني؟ سيبيني جرب. جرب سيبيني. اسمه هو في الفرح وهو قاعد في الكوشه. بس انا قلت لها، انا قلت لها صافي احكي له، كان المفروض تحكي له من الاول. ما بقاش شاف الكليب، كان اصلا مخنوق، انفجر فيها، سابها ومشي. مش عارفه انت ما كانتش بتسمع كلامي. مش بتسمع كلامي، فاكره اني غيرانه منها. صدق انا غيرانه منها ليه؟ كنت عاوزه مصلحتها. هنيجي للنقطه دي بعدين، دلوقتي عايز اعرف منك، صافي كانت أول مرة تشوف فيها السيديهة دي؟ طبعًا، دي كانت مذهولة، ما كانتش مصدقة اللي شايفاه أصلًا. كده ان هو نديم كمال اللي كان معاها في الكليب ده؟ يعني شفتيه بعينيكي؟ ايوه هو نديم، انا عارفه نديم كويس. انا طبعا عمري ما شفت المنظر ده قبل كده، بس انا عارفه، انا متاكده انه نديم. حضرتك لازم تقبضوا عليه، وجهوا له التهمه وانا هشهد ضده. ده لو كان نديم كمال هو اللي قتلها فعلا. ده لو كان نديم كمال هو اللي بعت السيديهية في التوقيت ده من اصله. يعني ايه حضرتك؟ مش هتقبضوا عليه؟ نديم هيفلت منها؟
دي بنتقالها خلاص كده. طبعا واحد شايل نص البلد مش عارف يشتري براءته. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ لو نديم كمال هو اللي قتلها لا هتنفعه فلوسه ولا نفوذه. انت بس عشان ما تعرفينيش كويس، لو نديم كمال هو اللي عملها ثقي ان انا هجيبه من قفاه وبايديا انا اللي هسلمه للعداله. فطالما انت متاكده ان هو اللي عملها يبقى لو سمحتي ساعديني عشان ابقى متاكد زيك. يعني عايز افهم منك، هل سبق قبل كده ان نديم كمال هدد صفي سليم بالقتل بشكل مباشر بشكل غير مباشر؟ نيابة اخر عينه مع الباشا. جرى يا حضره الضابط؟ مش بلغونا ان الاستاذه فات؟ ازاي بيتحقق معاها بالوصول النيابه؟ لا معليك، دي انسه ما فايتش الا من دقيقتين بس، قبل كده ما كانتش في حاله اصلا تسمح لها بابداء اي اقوال. انا برضه هغلط غلطه زي دي. على العموم الانسه تحت امر النيابه. اتفضل يا ابو هوات. ايوه معالي باشا. ايوه هو ده. هو مدير نيابة الحوادث ده قفش عليك ليه؟ مفيش سيادتك في بينا عدم استلطاف كده. ما هو ده انا اللي بسأل عليه يا حسن، في ايه؟ من حوالي 10 سنين كده كنت انا ماسك في امبابة وحضرته كان ضابط شرطة صغير وخدم معايا وكان يعني شايف نفسه شوية كده كمان والده كان لسه في الوزارة، وانا الطريقة دي سيادتك ما بتستهونيش يعني. حلوة ما بتستهونيش دي. انتوا في بينكم تاريخ مشترك بقى. تلاقيك انت اللي طفشته من البوليس اساسا، ما انا عارفك يا حسن، انا عارفك. يا فندم هو اللي استقال ودفع البدل النقدي اللي كان بيشترط ان ضابط الشرطه يدفعه علشان يبقى وكيل نيابه، كان وقتها 70,000 جنيه، دلوقتي بقى 115. وتمر الايام والسنين ويشاء السميع العليم انه يبقى مدير نيابه حوادث وتتقابله. مش الدنيا لذيذه والنبي. شفت سيادتك ألذ من كده بالذمه؟ انت كنت عايز تبقى وكيل نيابه حسن؟ أنا كنت عايز يبقى معايا 70,000 جنيه، ما كنتش اضطريت إن أنا أستلف علشان أدفع المؤخر. الله يسامح سيادته بقى اللي أقنعني أتجوز بنت السيد المحافظ. ما تحترم نفسك. يا أخي احمد ربنا على عيالك اللي زي الفل. الحمد لله. ولا يهمك. غير ورا ظهرك. المهم إنك تعمل شغلك صح. ما تسيبش فيه أي ثغرة. تخلي أي حد يشركه لك. تمام سيادة. اسمعوني يا باشوات، معالي الوزير كان معايا دلوقتي على التليفون. تعليماته واضحة وصريحة، مفيش داعي يجي اسم نديم كمال في القضية نهائيا، وخصوصا ان مفيش أدلة ضده. والموضوع ده هيجيب شوشرة والبلد مش ناقصة. ثم ان السي دي اللي البنت قالت عليه ده ملوش وجود من أساسه، ولازم نعرف مين اللي ورا اختفاء السي دي ده، وهل له علاقة باللي حصل في الفرح ولا لا. هو ده الخيط يا باشواتي اللي لازم نمشي وراه فورا عشان نعرف على الاقل نرد على اسئله النيابه، مفهوم؟ حاضر يا فندم. تمام سيادتك. اتفضل يا دكتور. الف شكر. خليكي جنبها نجوى وخدي بالك منها كويس. يا رب الحقنة دي تنيمها كتير. يعني ايه الحقنة تنيمها قد ايه؟ ما هي بسرعة تصحى تاني. هقول لك يا نجوى، أنا مش ناقص توتر. أنا قلت لك إن الحقنة هتنيمها للأبد. عندك كلمة كويسة قوليها، ما عندكيش تخلصي خالص. لو صحيت من النوم وسألت عليا بخليها تكلمني علشان أهديها. أستاذ بركات، أوعوا تخلوهم يدفنوها لما نشوفها ونسلم عليها. يا ريت ندفنها بسرعة علشان تستريح. الله أعلم بيعملوا فيها إيه دلوقتي. الله يخلصوا تشريح في الجثة إمتى. تشريح يا لهوي، أكتر إيد اللي تتمد عليها. أنت إزاي تسيبها ويعملوا فيها كده؟ بس أمي تصحى. هو بمزاجنا يعني؟ نصيبنا ونصيبها كده. أنا هروح أبلغ أبويا
ولو اني مش عارف اقولها له ازاي اساسا. صباح الخير يا استاذ دانيال، العربية فيها مشكلة ولا إيه؟ لا يا عم علي، في مشكلة بس مش في العربية، اهلا يا دالي. ازيك؟ ما كنتش متخيل يعني ان انت هتيجي النهارده الشغل. مش عوايدك. صافي سليم اتقتلت النهارده الظهر. ايه؟ بتقولي ايه؟ لقوها مقتوله بسكينه في رقبتها في السويت. النهارده السويت؟ امتى؟ طب ما كلمتنيش على طول ليه؟ ثانية واحدة. اسمع يا ابني، وقف الصفحة الأولى والثالثة بسرعة. مش مهم نلحق الأهرام. في داهية الطبعة الأولى أساسا. عندنا خبر مهم عايزينه نشوفه. هننفرد بيه. أنت ناسي إن بكرة رابع يوم العيد؟ يعني مش مهم الطبعة الأولى. حاضر، مع السلامة. هكلمك بعدين. ها قولي لي الأول، كتبت حاجة ولا لسه؟ أنت نفسك عرفتي أنت؟ أنت مش ممكن تتفوق على نفسك في كل مرة. طب حتى اديني فرصة نتأكد إنك بني آدم من لحم ودم، مش حجر جيري ما بيحسش. عيب أوي، خلي حد غيرك يقول الكلام ده. ما تنسيش إن أنت محررة حوادث، يعني شغلتك في الجريمة. تفتكري انا لو دكتور وشفت واحد قريبي بينزف هسيبه ينزف واقعد اتفرج عليه ولا اقوم اشوف شغلي؟ هو في حد عاقل في الدنيا يسيب شغله ايا كانت الظروف؟ وهو في حد عاقل في الدنيا ينسى عشقه ايا كانت الظروف؟ مش صافي دي كانت عشقك برضه؟ ولا تكون فرحان انها اتقتلت؟ استغفر الله العظيم.
تحبي مثلا اتهمك بانك شمتانه ان صافي اتقتلت؟ شفتي؟ خليتيني اتكلم كلام تافه ملوش اي قيمه. قولي لي الاول، هم مسكوا القاتل؟ الله، هو مين اللي قاتل اساسا؟ اوه، قاعدين بنتكلم ونسيتيني ان في خبر مهم الجريده واقفه عشان عاوزاه. قولي لي، في جرايد تانيه عرفت الخبر؟ انت نفسك عرفتيه ازاي؟ انا رايحه مكتبي 5 دقايق وهتكون كل التفاصيل عندك. سيبك من الكلمتين الباخين اللي انا قلتهم لك دول. انا فعلا لو ما كنتش شبهك ما كنتش جيت على هنا على طول، بس الفرق ان لسه ما وصلتش لدرجه موات القلب اللي انت وصلتها. سوري، اقصد درجه الاحتراف اللي انت وصلتها. البقيه في حياتك يا ريس. سيادتك، دي القايمة بتاعت كل الجاستس بتوع الفرح، وزي ما سيادتك طلبت أنا حطيت علامة إكس قدام كل اللي مجوش. أما دول فدي الميلينج ليست بتاعت الفرح. هنا بقى في كل الشرايط الفيديو والأفلام الفوتوغرافيا اللي اتصوروا في الفرح. أتمنى الحاجات دي تساعد سيادتك في حل القضية. الشرايط دي مادة خام ولا متمنتجة؟ هو حد لحق يعمل حاجة يا سيادتك؟ ده انا اضطريت اصحي البنت بتاعت الفيديو من 7 نومة وخليتها تجيب لي كل المصورين عشان اتاكد ان كل حاجه موجوده. طيب خلاص، خليهم معاك، انت هتسلمهم بنفسك للنيابه. نيابه؟ ايوه يا سيدي النيابه، علشان دول بقوا ادله خلاص في القضيه. بس انا معليش اي مسؤوليه. هو انا كل ما اقول لحد حاجه هنا هو يقول لي نفس الكلمتين دول؟ هيكون عليك مسؤوليه ليه يعني؟ الا لو كنت قتلتها. ما بوركوا سي 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 تي اون دام تري بيان. لا 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 خلاص خلاص. ايه ركز معايا. ايه الجدع ده؟ شفته قبل كده؟ لا سيادتك، عمري ما شفته. لا انا كده ازعل بقى. انا بقول ركز معايا، ركز. ها هو ده اللي قتلها؟ خالد بيه. اتفضل يا استاذ. خد الاستاذ عنيان. اتفضل. انا معليش اي مسؤول. خد الولدان يا خالد بيه. اتفضل. انا معليش اي مسؤول. ها يا عماد، ايه الاخبار؟ مفاجأة فظيعة يا فندم. خير؟ مش هتصدق شفنا مين في كاميرا الاسانسير. لا بقول لك ايه، ابوس ايدك، انا مش حمل فوازير. قولوا خلصني. غلب حماري. مين؟ استعجل الاستاذه داليا يا ريس؟ لا لا لا، سيبها خالص، خليها تجيب الشغل براحتها. انت عارف طبعا لازم احنا نقدر مشاعرها، الستات بيبقى قلبهم ضعيف، ودي كانت صاحبتها الروح بالروح. وعلى ما تجيب هي الماده وضب لنا انت بقى الصفحه الاولى كده نشوف شكل حلو ليها. هي الماده هتبقى كام كلمه تقريبا؟ مش مهم كام كلمه دلوقتي، افرض صور وعناوين. وعلى ما داليا تجيب الماده هنتصرف احنا. احنا اهم حاجه عندنا الخبر نفسه، خبر القتل وخبر الفضيحه كمان بتاعت الفرح. بقول لك ايه، افتكاسه جميله كده في الصفحه، خلينا نوضبها. عاوز عمودين صوره عليهم لصافي، 6 أعمدة التانيين اكتب معايا العناوين دي بقى: اخطر جرائم مصر، ذبح العروسه صافي سليم في ارقى فنادق القاهره بعد ساعات من زفافها، الزفاف المليء بالفضائح كيف تحول إلى جريمة مروعة. إيه رأيك بقى في العنوان ده؟
ايوه نجوى. ايوه يعني ايه فائد؟ امال حقنة ايه اللي اداها لها الدكتور الكفته ده؟ طيب جاي لك حالا. لا ما لقيتوش، معرفش راح فين داهيه ده كمان. حاضر يا ست جاي لك حالا على طول اهو. ايوه جاي. ازيك يا بركار؟ الف مبروك لصافي يا عم. ايه يا ابني ما بتردش عليا ليه؟ طب وكتاب اللي بقولها لك من قلبي يا سيدي، اتقالك ان انا زعلان عشان صافي اتجوزت؟ العكس والله، ما انا عارف انها كده كده هتتجوز امانه والنبي. انت عارف ان انا صحيح ما نسيتهاش، بس في نفس الوقت ما نسيتش ان الجواز اسمه ونصيب. اول ما تشوفها قول لها عادل القاضي بيقول لك الف مبروك. يا بركات مالك؟ في ايه يا انت بتعيط؟ صافي اتقتل. تعالي. مين اللي اتقتل يا بركات؟ صافي. مين اللي عمل كده؟ معرفش. الصبح لقوها مقتوله في الاوتيل. معلش علي، بيتصلوا بيها من البيت، اصل امي تعبانه قوي وحالتها صعبه وانا لازم اكون جنبيها. انا كنت جاي عشان ابلغ ابويا. حقيقتك علي لما تشوفه بقى خليه يكلمني ضروري، انت عارف لازم يبقى واقف معانا في الاجراءات وفي الحاجات اللي زي دي. معلش علي. ايوه نجوى. ايوه جاي بعد أن أنفقت المجن عليها صف سليم وأردك السديد الذي تحدثت عنه وروت لك تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها شريف راسخ، هل ممكن أن تصف لنا بالتفصيل كيف تطور الخلاف بينك وبين المجن عليها مما أدى إلى قيامك بمغادرة الفندق في حين أنه كان من المفروض أن تتواجد بجوارها؟ لا حضرتك، أنا كان لازم أمشي حفاظا على كرامتي. هو صحيح ده ما كانش الخلاف الأول في تاريخ علاقتي بصف سليم، وصحيح أن هي اتطولت عليا قبل كده، بس ما كانتش بالفظاعة دي. كنت بقدر استوعبها، بس المرة دي ما قدرتش. كلامها كان فظيع، كأن كلامها كان بيكشف علاقتنا على حقيقتها. أنا اكتشفت ما كانش المفروض أبقى في العلاقة دي أصلا. ما كانش المفروض مهما كانت ظروفي صعبة إني أشتغل مع صافي سليم، ولا عندها ولا حسب تعبيراتها المهذبة مديرة أعمالها. طب ممكن تشرحي لنا طبيعة الإهانات اللي المجنة عليها قامت بتوجيهها إليكي؟ أنا كنت لسه شايفة السديل أول مرة، غصب عني بتلقائية عبرت عن رأيي الأولاني في علاقتها بنديم، قلت إن العلاقة كانت في الأصل غلط. طبعاً عادي إنه يعمل كده، كنت مستنية منه إيه؟ يا صافي العلاقة كانت غلط من الأصل. خلاص؟ كلكوا بقيتوا الحكمة العاقلين وانا الحمارة الغبية الوحيدة اللي كنت عايشة على عماية؟ طيب ماشي يا سيدة الحكمة والعقل، انا اسف اسف اني مسمعتش كلامك. كان مفروض اول ما تقولي لي سيبي نديم كمان اقولك حاضر اوامر حضرتك. ايه تاني يا سميرة ما سمعتش كلامك فيه وجاب حياتي ورا؟ قولي قولي عشان افضل اندم عليه طول حياتي. قولي ايه لزوم الكلام ده بس؟ صافي انا والله والله ما كان قصدي اغلطك. اسمعيني اسمعيني، خلاص اللي حصل حصل، واحنا دلوقتي لازم نفكر ازاي نعالج اللي حصل. ابهريني ابهريني بحكمه حضرتك. قولي لي ازاي ارجع شريف سميرة؟ ازاي ارجع؟ ازاي اخليه ينسى اللي شافه؟ ازاي اخليه ينسى اللي شافه؟ ازاي يا حبيبتي؟ هنفكر هنفكر ونفكر وهنرجعه. بصي انت اهم حاجه تسمعي، صافي عاوزاكي تهدي. مش معقوله. ما تقوليش هذا، ما تقوليش هذا، مش ممكن اهدى غير لما تأمن اسم نديم كمان. اذا كان فاكر انه ضربني في مقتل يبقى غلطان. انا مش ممكن اخليه يعيش كده وديني وما اعبد لكم مفرجه على البلد كلها. انا لازم افضحه في البلد كلها. فين الموبايل؟ موبايل فين؟ فين الموبايل؟ انت رايحه فين؟ إن ما كلمته مرمطة بكرامة أمه والأرض ما بقاش إلا صافي. صافي هاتي
الموبايل؟ لقيتي ايه ده؟ انتي كلمتي انتي ازاي تتشي مني الموبايل كده؟ جرها يا سميرة، تنسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انتي خلاص سيتي ليه؟ هاتي الموبايل، بقولك هاتي. صافي صافي، الدكتور منبه انفعالي مش كويس عشانك. صافي لازم الاول تفكري هتقولي له ايه؟ هتكلمي تقولي له ايه؟ انتي هتعملي لي فيها العقلة ولا ايه؟ انت تخرسي خالص وتغرفي 60 دقيقة على اوضتك لغاية ما عاوز وشك النحس ده لو وصله اصلا. يلا غوري، انا مش طايقة اطلق. غوري يا علي. يا ابني في حاجه ولا ايه؟ معلش يا عم، انا بس كنت عايز اشوف عم عبد الحميد. خير يا ابني؟ في ايه؟ بعيد عنك، بنته اتقتلت وشكله كده نايم في الصاله ولا هو دريان بحاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، لازم نعرفه. طب ما تكسر يا ابني الباب عليه. مفيش قدامي غير كده. فايق وزي الفل اهو. في ايه يا علي؟ انت جيت ازاي؟ انا وبركات قعدنا نخبط عليك في علاقات، اضطريت اكسر الباب ودخلت عشان اشوفك. قوم اغسل وشك بس. والله هو الاستاذ بركات جه هنا بنفسه عشان يشوف ابوه؟ امال كان بيكلمني الصبح زي ما اكون عدوه مش ابوه، بيكلمني زي الزفت. معلش. هو فين بركات؟ راح فين يا علي؟ ها؟ معلش. هو اوعى تقول لي انه جاي عشان يعتذر لي. لا مش هقبل منه اي اعتذار. هو في ايه يا علي؟ مفيش عم عبد الحميد، مفيش. يعني ايه امينة اتقتلت واتقتلت ليه؟ ومين اللي قتلها ويقتلوها ليه يا علي؟ مين اللي قتلها يا علي؟ لا انت بتخرف، اكيد انت بتخرف يا علي. امينة ما ماتتش، ده امينة طيبة وبنت حلال وعمرها ما اذت حد في حياتها. مين اللي قالك يا علي؟ اوعى يكون الواد بركات. لا ده عيل اهبل وعبيط وبتاع امه، تلاقيه بيستظرف ولا بيقول كلمتين ولا عايز يعمل فيها راجل. لا امينة ما ماتتش يا علي، امينة عايشة. مش كده؟ انت شفتها يا علي؟ انا عايز اشوفها يا علي. راحت فين امينه؟ رحت فين يا امينه؟ اوعى يا علي سيبني يا علي، مسكني ليه؟ موت نفسك. وانا بايدي اعمل ايه يا علي؟ انا بس عايز اشوف امينه، نفسي اشوفها يا علي. انت شفتها؟ اصل انا النهارده الصبح كلمتها في الاوتيل، والله العظيم يا علي كلمتها في الاوتيل خلاص يا أمينة. أنا مسامحك والله العظيم مسامحك وبدعيلها، والله العظيم بدعيلها. بس بصراحة يا علي أنا النهاردة الصبح ما قدرتش أدعيلها، خفت ربنا ما يقبلش دعوتي. كنت سكران يا علي، خفت ربنا ما يقبلش دعوتي. بس والله العظيم أنا هتوضى وأصلي وأدعيلها، وأكيد أكيد ربنا هيقبل دعوتي. مش كده يا علي؟ أكيد أكيد يا عم عبد الحميد. اهدى بس كده، خد لك دش وغير هدومك عشان في اجراءات لازم تعملها انت بنفسك، انت ابوها برضه. صح يا علي، في اجراءات لازم اتممها بنفسي عشان انا ابوها. صح ايوه يا علي. اهدى يا عم عبد الحميد، انت راجل مؤمن.
بس اكيد ربنا هيصبرني يا علي، مش كده؟ اكيد اكيد ربنا هيصبرك. اكيد يا عم عبد الحميد طبعا، انت راجل مؤمن. راجل مؤمن واكيد ربنا هيصبرك. ده لو ربنا ما صبرنيش هتبقى مشكله كبيره قوي يا علي. انا هغير هدومي واجي معاك. بس امينه كويسه يا علي؟ امينه كويسه عايشه مش كده؟ هنشوفها مع بعض، هنروح عشان نشوف امينه كويسه مش كده؟ انا بقى بحس البوليسي اقدر اقول لكم ان خلاص كده الليله اتفضت يا رجاله، اكيد بقى هيسيبونا نروح. بيتهيألك يا اخويا. ليه يا عم؟ باش اقعد خارجين قدامك اهو. ايوه بس الجريمه لسه ما اتحلتش. يا نهار اسود، لا هو احنا هنعيش هنا لغايه لما الجريمه تتحل؟ طب افرض طلعت جريمه غامضه ملهاش حل، اعيش انا بقى حياتي بالغيرات اللي عليا لحد ما يحلوها؟ ومين قال لك ان في جريمه ملهاش حل؟ ايه يا عم؟ في جرائم من 60 و70 سنه ما حدش عارف مين اللي ارتكبها. لا يا عبيط، بيبقوا عارفين مين اللي ارتكبها بس ما بيقولوش. اه والله على رايك، ده في جرايم يقول لك انها اتحلت ويمسكوا فيها ناس، وكمان الناس دي ساعات بتتعدم. بيحصل. واللي عملها عايش في امان. بيحصل. اه حلو قوي، اقعدوا كده غنوا وردوا على بعضيكم. وانت قول له الجرايم الغامضه بصوتك اللي بيخوفني ده. جرايم ايه يا عم انت وهو؟ انتوا هتقعدوا تفتحوا لي جرايم خلصت من 100 سنه؟ انا كل اللي نفسي افتحه دلوقتي دش بيتنا. نفسي كده الميه السخنه تنزل عليا تنسيني اطول يومين عشتهم في حياتي. طالما ده اللي نفسك فيه ان شاء الله هتروح تلاقي الميه مقطوعه عن المنطقه كلها وتموت بغيرتك يا معفن. ماشي يا بس اوعى بس ماشي يا دينج. بس اسكت يا دينج. احسن كمان فعلا. انت متاكد من التاريخ والتوقيت ده؟ متاكد يا فندم طبعا. اه دول بالذات مش ممكن يتلعب فيهم يا باشا. لا ممكن يا فندم، بس المساله محتاجه وقت، واحنا ما مشيناش من هنا اساسا. هما كله هيبان 10 الصبح، يعني ساعه واحده قبل وقوع الكريم. معقول القضيه تخلص بدري كده؟ لا طبعا ما اتحلتش، ده كده اتعقدت اكتر. ازاي سيادتك؟ لما الاقي المستفيد الاول من وقوع الجريمه موجود في نفس توقيت وقوعها ما تبقاش القضيه اتحلت؟ يا حسن افهمني، انت مش سمعت بنفسك دلوقتي خطوره ان اسم نديم كمال يجي في القضيه؟ يعني ايه سيادتك؟ نسيبه يفلت منها يعني؟ حسن انا مش فاضي لاي مزايدات هبله دلوقتي. انا ما قلتش كده، انا بقول ان القضيه لو كانت على قد ان زوج مخدوع اكتشف حقيقة عروسته وتهور وذبحها وهرب كانت تبقى سهلة، إنما إنك تدخل واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر اللي ليهم علاقات قوية برجال سياسة كبار في البلد. ما أنت شاطر وسابق سنك أوي يا حسن. تقدر تقول لي إيه اللي في إيدينا عشان ندخل اسم نديم كمان في القضية؟ ممكن يجيب لك 600 حجة لوجوده في الأوتيل في نفس الوقت. فين دليل تواجده في مسرح الجريمة؟ هل ليه بصمات في مسرح الجريمة؟ وفين السي دي اللي قالت عليه صاحبة القتيل؟ هنقول النيابة ايه؟ ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيبه، واحنا ما نعرفش اصلا هو راح ازاي؟ ولا راح قبل اكتشاف الجريمة ولا بعد اكتشاف الجريمة؟ يا فندم، يا فندم، انا ما قلتش اننا نطلع مذكرة ضبط واحضار لنديم كمال، انا فاهم كويس قوي ان في اجراءات ولازم تتراعى، انا بس كل اللي بقوله ان احنا نعتبر نديم كمال مشتبه فيه في القضية زيه بالظبط زي الدكتور شريف راسخ، بل واكتر، على الاقل شريف راسخ ما تصورش في كاميرات الاسانسيرات في نفس وقت وقوع الجريمة. يا حسن يا حسن ما تنساش ان نديم كمال طلع الدور اللي فوق سويت صافي، ما طلعش نفس الدور، ولما نزل نزل على الدور الارضي مباشرة وانت شايفه بنفسك، عشان كده مش هنقدر نعتبره مشتبه فيه رئيسي الا لما يجي تقرير المعمل الجنائي ونشوف هيقول لنا ايه بالظبط. على العموم المعمل الجنائي هيبعت تقرير بصمات بكره الظهر باذن الله. بس انا طبعا مش متخيل ان نديم كمال يكون بالسذاجه اللي تخليه يسيب بصماته على سلاح الجريمه. ولا بالسذاجه اللي تخليه يسيب سلاح الجريمه في رقبه المجني عليها. يوه شفت يا حسن؟ شفت؟ اديك جريتني لمجرد الافتراض ان نديم كمال ورا اللي حصل. ايه يا حسن؟ مش ممكن انت كده؟ انت هتودينا في 60 داهيه كلنا ان شاء الله. ليه يا فندم؟
هو مين فينا الحكومة؟ احنا ولا نديم كمال واللي زي حسن؟ ما تختبرش حب ليك اكتر من كده. من هنا لحد ما يجي تقرير البصمات هيفضل جوزها شريف راسخ هو المتهم الاول في نظرنا. لو ما لقيناش بصماته على سلاح الجريمة هيبقى لكل حادث الحديث. طيب مش ممكن سيادتك نستدعي نديم كمال للشهادة وناخد بصماته؟ يمكن يبقى فيه مفاجآت. انتهى الكلام في الموضوع ده. انت تريح نفسك وقسم رجالتك نبطشيات وفرق. مجموعة تفرغ كاميرات المراقبة ومجموعة تفرغ شرايط الفرح. ومن هنا لحد ما يجي تقرير البصمات أهم حاجة عندي إنك تخلي رجالتك يجيبوا لي شريف راسخ ده من تحت تقطيع الأرض. مفهوم يا حسن؟ تمام سيادة. امال باب المشرحه منين يا ابني؟ المشرحه بابها من الجنب الثاني يا حاج. هنا باب دخول الموظفين بس مقفول عشان الاجازات وكده، انما المشرحه هتلاقوها مفتوحه من الباب الثاني يا حاج. كل سنه وانت طيب. انما كفر الله الشر يا حاج، ليكم مين هناك؟ بنت يا ابني. رايح فين يا عم الحاج؟ بنتي جوه عايزه اشوف. ممنوع يا عم الحاج. بنتي جوه عايزه اشوف. ممنوع. بالراحه. طيب بالراحه. مش عايز يصدق ان الدخول ممنوع يا استاذ. طب بالراحه من هدوء كده. ما ينفعش تخش يا عم الحاج. يا ابني بقول لك بنتي جوه ميته، نفسي اشوفها. ولو دخلت ايه اللي هيحصل؟ مش هتوصل لحاجه. دي تلاتة المشرحه ومقفوله وما تتفتحش غير باذن من النيابه وحضور البوليس. دي مسؤوليه كبيره مش اي كلام يا عم الحاج. ممنوع تخش. خلاص خلاص يا عم. والله لو عليا لدخلك. انت هترغي. خلاص تعالى يا عم حنين. يا علي هنمشي من غير ما نشوف امينه يا علي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف يا عم الحاج، انا ما ينفعش ادخلك، لكن ينفع اقول لك تعمل ايه. انت تروح لضابط المباحث اللي مسؤول عن القضيه، يديك اذن من النيابه انك تشوفها. ما هو من حقك انك تتعرف على الجثه. خلاص يا عم انت هتلغي. تعالى يا عم. وانا غلطت؟ حقك عليا. خلاص بقى تعالى. ربنا يصبركم. بقول لك ايه، احنا هنطلع على الاوتيل مكان ما حصلت المصيبه، يعني نشوف حد من المباحث نسأل القضية حصل فيها ايه، بناخد اذن ونيجي تاني هنا على طول. وهنروح ازاي يا علي؟ تعالى بس هنجيلك تاني. مستنيك. ان شاء الله تنام لحد الصبح. ها ايه الاخبار يا استاذ بركات؟ لا ما لقيتوش، بس سبت له خبر مع واحد من الجيران. بس يعني لحسن ما يبلغوش ولا حاجه؟ لا ده علي القاضي اكيد هيبلغه. علي القاضي؟ ايه يعني ما لقيتش الا ده يا استاذ بركات؟ حكمتك يا رب. هو يعني لا مؤاخذه يا استاذ بركات، والنبي ما عايزه تطلع من بقي يا حبيبتي. نجوى نجوى انا مش ناقص مزاله. خلاص حاضر. هو يعني سؤال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بس خايفة يعني يدفنوها قبل ما نشوفها ونسلم عليها. يدفنوها إزاي يا بنتي؟ مش لسه في تشريح وإجراءات وشغلانة؟ الله أعلم هتاخد وقت قد إيه. ما هو ده بقى اللي أنا عايزاك عشان بص، أنت تخليهم يأخروا حكاية التشريح دي شوية لحد يعني ما الحاجة أمها كده تشوفها، يعني شوف لك محامي اللي بالدنيا يعمل أي حاجة، المهم الست دي تشوفها وهي سليمة. سليمة إيه؟ دي مضروبه سكينه في رقبتها، بعدين هو بمزاجنا دي جريمه قتل، يعني لسه اجراءات وتحقيق. يعني ايه شرحك قبل ما نسلم عليك يا حبيبتي؟ اهدي اهدي جدعاني كده واجمدي، خليكي جنب امي ولو صحيت وعزت حاجه بيصحيني. انا هروح انام، ده لو جالي نوم اساسا. Thank you.
ساعة الباشا ساعتك وصلت الحاجة؟ ده مفيش جهاز إنذار. الله، ده برضه مفيش جهاز إنذار هنا كمان. أمال إيه سعادتك؟ استحالة استحالة حد يطلع إلا ما يكون معاه كارت الأسانسير. كده سعادتك ممكن أي حد يطلع. اتفضل هاتهم لي من قفاهم كل اللي مسؤولين عن الصيانه في الاوتيل. عايزين نفهم بقى جهاز الانذار ده عطلان من امتى وايه اللي عطله اصلا. لو اي حد فيهم كان غاد الاوتيل تعمل له ضبط واحضار فورا. اوامر سعادتك. هجيبك انا ديما كمان. ادي سعادتك صوره من اوردر طلب الصيانه اللي بعتناه للشركه اللي بتورد نظام الانذار، مبعوت قبل العيد بيوم. وادي التاريخ سعادتك اهو. يا سيدي على التوقيت. وطبعا الشركة الموقرة ما بتشتغلش في العيد، وطبعا لما حضرتك اتصلت بيهم ردوا وقالوا لك حاضر من عينينا هنبعت لك بس مندوبين الصيانة بعد العيد. وكل سنة وانت طيب. يا سعادة البيه. يا باشا، وهو يعني في حد في مصر كلها بيشتغل في العيد سعادتك؟ كل سنة وانت طيب برضو. ده على اساس يعني ان الشغل مقطع بعضه في غير الاعياد؟ يا أخي ملحوظات سيادتك بتبهرني دايماً بالذكاء الناصع اللي وراها. إزاي سيادتك تبقى خبير أمني في أوتيل سبع نجوم مش في لوكندة المحطة وتسكت على مشكلة تهدد جهاز الإنذار وتسهل لأي حد إنه يخش الفندق بتاعك ويعمل مصيبة؟ ما تشدد إجراءاتك الأمنية يا سيدي. مش هقولك تركب كاميرا في مدخل سلم الطوارئ، هقولك حط أفراد أمن تراقب اللي طالع واللي نازل، تدي الإحساس إن الفندق ده فيه أمن مش سبهللة. وحضرتك حد كان يتوقع إن جريمة بشعة زي دي ممكن تحصل؟ على رأيك صحيح. ده أنا حتى في أيام مفترجة والمجرمين داخل عليهم أعياد ولازم يذبحوا. بذمتك ده كلام يقوله مسؤول أمني؟ سعادتك رجل أمن وعارف إن أي جهاز أمني له ثغرات حتى على مستوى العالم. صحيح، بدليل 11 سبتمبر أهو واللي حصل فيه. طبعا. وسعادتك طبعا مش اشطر من السي اي ايه. لا طبعا. وهنروح بعيد ليه؟ وزاره الداخليه نفسها بجلاله قدرها وجبروتها في جرائم ارهابيه كتير جدا ما قدرتش تعمل فيها حاجه. ده معناه ان الامن مش مستتب وان الحكايه سبهلله؟ لا طبعا. انا حزين ان انا ما قابلتش سيادتك ايام الكليه في فريق البوكس. بوكس؟ تحب سيادتك يا باشا نعمل قائمة بأسماء كل اللي كان عندهم معلومة تعطيل جهاز إنذار السلالم، سواء يا باشا اللي كانوا موجودين في الأوتيل أو في الشركة بتاعت السيستم، ونحقق معاهم فورا يا باشا. أنت شايف يعني إن أجهزة الإنذار دي عطلت بالصدفة؟ المجرم ده عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، ومختار التوقيت الصح علشان يضرب ضربته. بص سيادتك يا باشا، إن اللي حصل من أول لخبطة الفرح حد قتل صافي سليم كان مترتب له يا باشا من قبل الفرح. والله لحد دلوقتي الشواهد كلها بتقول كده. الحكايه كلها كانت فخ كبير وصافي سليم وقعت فيه. اللي مقصود من اللي حصل في الفرح انه تحصل خناقه بين شريف وعروسته، يخشوا السويت يلاقوا الديفيديهات المختفيه دي، تحصل خناقه تانية يخرج شريف من السويت وهو غضبان قدام الكل ويختفي، يخش القاتل يستفرد بصفي سليم ويخلص عليها، وتروح الشبهات للزوج الغضبان أو تتوه الحقيقة ويفلت المجرم بعملته. يا باشا طول سعادتك إن كل اللي حصل ده ذكاء من نديم كمال. لا لا لا، حاسب يا خالد حاسب. خليك فاكر إن إحنا لحد دلوقتي مش بنتهم نديم كمال رسمي، دي تعليمات واضحة ما تنساش. أنا آسف سعادتك يا باشا، أنا عارف سعادتك كويس. يعني هو أنا أول مرة أشتغل مع سعادتك؟ سعادتك ما بتحطش هدف غير لما بتوصل له. ده أنا نفسي أكون جزء من سعادتك يا باشا. لا وتبقى أحسن مني كمان يا خلود. العفو يا باشا. المهم دلوقتي إن إحنا هدفنا مش إننا نشتغل على إدانة نديم كمال، لا، إحنا هدفنا دلوقتي إن إحنا نلاقي شريف راسخ، وأنا شبه متأكد إنه بعد كده هيتم استبعاده كمتهم.
مش بس علشان ملوش بصمه على اداه الجريمه، لا، لاني برضه شبه متاكد ان هيكون عنده حجه غياب قويه تثبت وجوده بعيد عن مسرح الجريمه وقت وقوعها. انا اسف يا باشا، انا برضه شبه متاكد ان ممكن ما الاقيش حجه مقنعه نلاقي. ليه بقى التشاؤم ده دلوقتي؟ ما احنا كنا كويسين. يعني ممكن يبقى عندك حق، بس انا احساسي ان مش هو اللي عملها. نمشي. ماشي يا باشا. ليه بس كده يا ابني؟ انا ما طلبتش حاجه اكتر من ان انا اشوف بنتي قبل ما يشرحوها او يدفنوها. نفسي اشوفها يا حاج. انا اسف جدا والله، وربنا وحده اللي يعلم قد ايه انت صعبان عليا، وربنا يصبرك يا رب. بس صدقني انا فعلا مش هينفع ادخلك جوه تشوف الباشا. تعال اتفضل اقعد هنا يا بابا، استريح، ولما ينزل يبقى كلمه براحتك. يعني ايه يعني؟ هو احنا جايين نقابل رئيس الجمهوريه؟ ده سيادته راجل ضابط رئيس مباحث، وده اب عايز يعرف ايه اللي حصل لبنته. ينفع كده؟ مين بقى سيادتك بقى اساسا؟ انت مين اساسا عشان تعرف انا مين؟ مش القتيل ده مكان مفتوح للشعب، واللي عايز يخش يخش. انت بتعلي صوتك ليه؟ بيعلي صوته ليه ده؟ ايه ده لطفي؟ ثانيه واحده بقى، لما انت كده متعلم وفاهم ان القتيل ده مكان للشعب كله، ما تقدر موقفنا يا اخي. يا استاذي احنا لو علينا ندخل حضرتك ونضرب لك تعظيم سلام، بس ما تنساش ان الدنيا مقلوبه جوه عشان في جريمه قتل، والقتيل كله بقى زي ما بيقولوا مسرح جريمه، الكل بيتحقق معاه، وربنا يعلم بحالنا والله. والله يا فندم احنا من امبارح ما روحنا. انا عارف طبعا ان دي حاجه هينه بالنسبه للمصيبه اللي انتوا فيها، بس الكل المطلوب ان انتوا تقعدوا معززين مكرمين. رئيس المباحث هينزل دلوقتي وهتفهموا منه كل حاجه. اتفضلوا استريحوا. يا سعاده الباشا، سعاده الباشا. حضرتك ماسك القضيه بتاعه القتل اللي حصلت هنا بتاعه امينه عبد الحميد. امينه؟ اه قصدك صف سليم. لا يا سعاده الباشا، امينه عبد الحميد بنت يا بيه. اه في حياتك، شد حيلك. حياتك الباقي يا باشا. يا سعاده الباشا، انا نفسي اشوف بنت اعمل معروف. اصل انا رحت المشرحه ما رضوش يدخلوني، قالوا لي لازم تجيب تصريح، وانا عاوز اشوف بنت اعمل معروف. ابوس ايدك يا عم عبد الحميد. مالك؟ هو انت بتطلب حاجه مش حقك؟ ده حقك ولازم تاخده. انت من قرايب المجني عليها؟ انا كنت خطيبها زمان وجار عم عبد الحميد. اللي يا باشا مش المفروض يعني تخطره والدها رسم عشان يروح يتعرف على بنته؟ معلش يا سعاده الباشا، بس انا نفسي اشوف بنتي. الله يخليك. احنا اخترنا اخوها وجيت اعرف على الجثه وطلبنا منه انه يبلغ بقيه العيله. ما كنتش عارف ان والدها عايش. لا مؤاخذه، مش قصدي يعني. هو حضرتك كنت حاضر الفرح؟ لا يا سعاده الباشا، ما كنتش حاضر، بس يا ريتني حضرت. يا ريتني جيت غصب عن الكل يا سعاده الباشا. كنت شفتها، يا ريتني حضرت يا امينه، كنت شفتك يا بنتي. خلاص 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 بقى، انت راجل مؤمن، خلاص هوديك تشوف بنتك. الله يخليك يا باشا، الله يخليك. لك ايه؟ وصحته عامله ايه؟ هيستحمل يشوف منظر زي ده؟ والله ما انا عارف، ربنا معاه بقى. عم عبد الحميد هسبقك انا بقى. انت معاك عربيه؟ لا معيش عربيه، هاجي في تاكسي. معكش عربيه؟ تعالى معانا. لا شكرا. شكرا ايه؟ ما دام معكش عربيه تعالى معانا. تعالى يا عم. انا هحتاج لك. تعالى. اتفضل يا ابني. اتفضل اتفضل. اتفضل. الله يخليك يا سعادة الباشا. ما تعرفوش مين اللي قتل بنتي يا سعادة الباشا؟ لسه مش عارفينه يا حاج، بس ما تقلقش هنجيبه هنجيبه. هيروح مننا فين؟ ما تخافش، لما بنتك مش هيروح قدر. بس غريبة أوي يا باشا، يعني مش عارفين تحموا الناس اللي قاعدين في الفنادق السبع نجوم. أمال الناس بقى اللي في الشوارع والحواري دول بيعملوا إيه بقى؟ والله لسه ما حطيناش الافراح ضمن الاهداف الامنيه اللي مركزين عليها يا استاذ. اسمك الكريم ايه؟ علي القاضي حضرتك. اتفضل معاهم يا حاج. معلش شد حيلك، كلنا له. بغض النظر عن اذا كان من حقك الدخول ولا لا، صدقني هتشكرني عشان منعتك تخش. انا بس خايف على عم عبد الحميد مش اكتر. ما تخافش عليه، ربنا معاه. واللي عندك مانع ان انا اخد رقم تليفونك؟ انا بس مش شايف معاك موبايل. ما بحبوش.
طيب ممكن تليفون البيت؟ يعني عايز ادردش معاك شويه، او اتفضل شرفني في المكتب واشرب معايا. انا ما بحبش ادخل مكاتب ظباط المباحث. ليه يعني؟ هو سيادتك شغال فين بالظبط؟ شغال في الثقافه الجماهيريه، مشاعر عامه. مشاعر سياسي بقى عشان كده يعني؟ ده ايه ده اللي عشان كده؟ عشان كده يعني واخد موقف من اولها. يا سيدي انا مش ضابط امن دوله، انا لا عايز اقررك ولا عايز اجندك، كل ما في الموضوع ان انا عايز ادردش معاك شويه عن صافي امينه يعني. يا امينه! امينه! ما تقلقش عليه، هم مدربين على التعامل مع المواقف زي دي. ممكن بقى تليفونك؟ حضرتك شايف ان الكلام في الحاجات دي مناسب؟ لا طبعا، انا دلوقتي فاهم الموقف مش مناسب، وعشان كده بقول لك ممكن تليفونك. طب افرض انا بقى مش عايز اتكلم في كلام شخص زي ده. والله في الاحوال الطبيعيه ده يبقى افتراض منطقي جدا ومن حقك، انما لما يبقى في جريمه قتل اي امور شخصيه بتبقى مواضيع ذات صله بالجريمه. حضرتك بقى عايز تتهمني بالقتل عشان ما اتكلمتش مع حضرتك؟ يا سيدي حد اتهمك بالقتل ولا قال لك اي حاجه؟ يعني هو انا هبقى اول واحد تتهموه بجريمه ما عملهاش؟ ولا تكون عايزين يعني تقبضوا على القاتل الحقيقي وتسمموا لنا مناخ الاستثمار في البلد؟ انت ايه اللي عرفك ان القاتل مستثمر؟ يعني هو انا لو قلت لك هتقبض عليه؟ لا طبعا، هعمل له تخفيض على كروت الشحن. بذمتك ده سؤال تساله الضابط بيحترم شغله؟ بصراحة بقى أنا معرفش أي حاجة عن الموضوع ده. أنا وهي علاقتنا انقطعت من زمان، ما عادش لنا صله ببعض خالص، كل اللي جابنا هنا ظرف إنساني مش أكتر. أبوها لوحده وإحنا ولاد بلد ونعرف في الأصول برضه. ده كل اللي ممكن أقوله لك في الموضوع ده. ما نعش. ذبحوها يا علي، ذبحوها يا علي، ذبحوها مين يا علي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كل الله يا زلمة، أنا عاوز حق بنتي أحكم، حق بنتي أحكم. تعالى يا عم الحميد، تعالى تعالى، أنا هوصلك وأنا هوصلك. لا شكرا، أنا هوصلك. مش عايزني أعطلك عن القبض على القاتل. حبيبتي حكومه، حبيبتي حكومه. يا استاذه، يا استاذه. ايه؟ الله ينور يا استاذه، دي خطه الموسم. يا استاذه استني. ايه ده بس يا استاذه؟ انت مش المفروض انك كنت تاخد رايي في العناوين دي قبل ما تنزلها؟ طب مش تستنى لما تشوف انا كتبت ايه الاول؟ جريه دالي، هو انت صحفيه مبتدئه ولا ايه؟ تنسى ان احنا عندنا مواعيد طابه ومتاخرين؟ وبعدين يعني ايه اللي انا كتبته في العناوين وما حصلش؟ لما تكتب حضرتك انك طحنا مسرح الجريمه ده ممكن يعمل مشكله للمصدر بتاعي واخسره في عز ما انا محتاجاه. يا جماعه بتتخانقوا ليه؟ اسمع، الاستاذ صلاح رئيس تحرير ديمقراطي. اهلا اهلا. ما اعرفش انه ديمقراطي زياده عن اللزوم. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عم؟ شرفتني يا استاذ. الله يخليك. اتفضل يا فندم، اتفضل. ايام ما كنت شغال في الصحافه كنت بحب ازعل رؤسائي، بس في الحلم بس. داليا دي ليها وضع خاص جدا في الجورنال. واضح. ما حدش غيرها يستجري يعمل اللي هي بتعمله. انما بصراحه هي عندها حق في الزعوتين اللي بتعملهم دول، ولذلك تلاقيني ساكت خالص. خلاص يا ستي، هغير العنوان اللي ممكن يعمل لك مشكله مع المصدر بتاعك. هغير الصياغه، هخلي مثلا نقلا عن مصدر خاص دخل مسرح الجريمه ونقل لنا الصوره. جريمه ايه ومسرح ايه؟ ايه رايك؟ اظن كده يبقى تمام. تمام وراضية ولا لأ؟ روح يلا اكتبي، خلصي اللي انت بتكتبيه عشان انا سايبلك صفحة ثلاثة كلها ومستنيك قدامنا ساعة ونخلص. اتفضلي. طبعا اذنكم. اتفضلي. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بيه. تشرب ايه؟ قبل ما اشرب ايه قول لي دلوقتي، انت ليه جايبني على ملا وشي كده لغاية الجورنال؟ كان ممكن تقول لي كل حاجة في التليفون. وبعدين ايه جريمة ايه ومسرح ايه والكلام اللي انت بتقوله؟ صافي سليم اتقتلت. قتلت؟ ايوه.
اتقتلت النهاردة في الجناح اللي المفروض كانت تقضي فيه ليلة دخلتها. يا نهار اسود. انت بتتكلم جد يا صلاح؟ احنا الجرنان الوحيد اللي هينفرد بالخبر ده، عشان كده لما اتكلمنا قلت لك لازم تيجي طوالي. اتقتلت صلاح، وهيكون دي في بركة وانت عايز تعملها. القتل ما فيهوش هزار يا استاذنا، بس هو مش ده المهم. انا كنت طالبك عشان حاجة تانية خالص، طالبك في مهمة عاجلة، عايز اصحي فيك الصحفي القديم اللي كنا بنحكي ونتحاكى فيه عن اسلوبه الادبي المذهل في كتابته للجريمة. وانا اكتب عن جريمة ازاي ما شفتهاش يا صلاح؟ بس كنت شاهد على الليلة التي تسبق الجريمة. ثم ما تنساش ان انت كنت قريب جدا من الضحية. وانا بس اللي كنت قريب جدا من الضحية؟ دي مصر كلها كانت قريبة من الضحية، وانت اولهم يا صلاح. اذا سمحت اديني فرصة شوية استوعب اللي حصل. بريء يا استاذنا، الله في ايه؟ الله، هو الادب نساك الصحافة ولا ايه؟ ما كلنا لازم نستوعب اللي حصل، بس كمان في قارئ لازم يعرف ايه اللي حصل بالظبط. وعلى ميدالية بقى تكتب التقرير عن اللي حصل في الجريمة ونستوعبه كلنا ونقراه ونستفيد منه. اعتبر نفسك ان انت معتقل بارادتك في مكتبي. عاوز جنابك تكتب لنا بورتريه ادبي مذهل عن ليله الزفاف التي تحولت الى الليله الاخيره في حياه صافي. ها لسه جنابك برضه بتكتب على ورق دشت؟ انت خلاص افترضت يا صلاح ان انا وافقت اني اكتب يعني؟ متهيألي ان انت ممكن تفقد شهوات كتير قوي بحكم السن والصحه، بس مش ممكن يكون بينها شهوه النشر. دي بقى الصحفي مش ممكن ينساها طول ما هو في نفس. استاذ قطعت حبل افكارك، المشرف الفني بعتني عشان اسالك انت هتكتبي كام كلمه عشان الصفحه؟ عشان احنا خلاص بقينا بالليل والتاخير اكتر من كده خطر. والله العظيم كل يغني على ليلاه، استنى لما اشوف لك هما بقوا كام كلمه. اوكي 1900 كلمه. كويسين قوي، ولا لسه فاضل عندك كتابه؟ مش عارفه الكلام طالع معايا بالعافيه. انا هبعت لك اللي انا كتبتهم دول وانتم مش هتغلبوا، فرقعوا الصفحه بالصور. اوكي. بقول لك ايه، ما تخليش حد يمشي صفحه فيلم الا لما اشوفها، انا اتفقت مع الرئيس على كده. حاضر. والنبي يا علي، بمناسبه الصور، قول لي بتوع الارشيف يتقوا ربنا وهما بيختاروا الصور، الست بقت في ذمه ربنا. حاضر. معلش يا استاذه، في واحد دب بيسال على حضرتك بره. واحد مين؟ انا مش قادره اشوف حد. قال لك اسمه ايه؟ ما رضاش يقول اسمه. يعني ايه ما رضاش يقول اسمه؟ بيهزر. اصل انا لو قلت اسمي اكيد مش هتخليه يدخلك، اكيد لسه زعلانه مني. اهلا وسهلا يا حسن باشا، اتفضل شوف لنا بتاع البوفيه لو سمحت. شكلك كده لسه زعلانه مني. لا بس مش قادره اصدق ان حضرتك جاي لحد هنا عشان تعتذر لي. برضه حضرتك ورسميات، وبعدين اعتذار ايه؟ يا ستي انا عملت معاكي اللي عملته ده علشان ده شغلي وكان لازم اعمل كده، وانت كمان عملت اللي عملتيه علشان ده شغلك ولازم تعملي كده. صح. لو حضرتك جاي عشان تتاكد اني كاتبه عن دخول مسرح الجريمه اطمن، انا ما كتبتش عن ده. انا عارفه ان دي مسؤوليه على حضرتك، وانت كنت جدع معايا، فانا مستحيل اتسبب لك باي مشكله. يا ستي كتر خيرك، مش عارفين نودي الجدعانه دي فين. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت لو كنت كتبتي ده مش انا اللي كنت هتاذي. لا، انت اللي كانت النيابه هتوجه لك رسميا تهمه اقتحام مسرح الجريمه. ولو انا كنت اتسالت كنت اقول ولا اعرفها ولا عمري شفتها، يعني كبرها كام يوم خصم الجزء الامنا اللي انت ضحكتي عليهم، انما انت اللي كنت هتلبسي جنح. اسف، قصدي انت يعني اللي كنت هتتصي جنح. شوف الدنيا، وانا اللي كنت فاكره نفسي سيده الجدعنه، لا وطلع شكلي بايخ قوي قدام رئيس التحرير وانا بفرط في سبق صحفي عشان ما اخسرش المصدر الصحفي بتاعي. ايه ده، وانا بقيت المصدر بتاعك؟ مش تديني فكره؟ طيب طب على ما يجي بتاع البوفيه عشان يشوف حضرتك تشرب ايه، ممكن اسالك عن سبب تشريفك ليا بالزياره المفاجاه دي؟ مفيش، بتفقد سير العمل بالجورنال. بقول لك ايه، سؤال اخوي بس ارجوكي ما تفهمينيش غلط. لما كنت موجوده النهارده في السويد وانت خارجه، مفيش حاجه صغيره كده خدتيها معاكي؟ تقصد ايه؟ لا مش فاهمه. شفتي اديكي فهمتيني غلط يا ستي، انا مش بتكلم عن حاجه خطيره، هو بس كان في ديفيديهايه في جهاز الدي في دي اللي في السويد، الدي في دي دي اختفت، المطلوب مننا ان احنا نسال كل اللي كانوا في مسرح الجريمه عنها،
وبما انك كنت موجوده في السويد بشكل غير رسمي، وبما ان انا الوحيد اللي اعرف المعلومه دي، فانا قررت ان انا اسالك بشكل غير رسمي برضو. تكونش الديفيديه دي نطت في جيبك وانت خارجه من باب الفضول الصحفي؟ هو حضرتك شايفني ايه؟ واحده ما عندهاش ضمير؟ انا ممكن اخد من مسرح الجريمه حاجه مع اني عارفه انها ممكن تساعد باي نسبه في القبض على واحد قتل واحده صاحبتي. هو حضرتك مش سامع عن ميثاق الشرف الصحفي؟ لا سامع عنه طبعا، بس اللي سامع عنه برضه انه مش كلكم بتلتزموا بيه، ولا انا غلطان؟ وهو حضرتك برضه بتعذب الشهود والمتهمين عشان تاخد منهم اعترافات بالباطل يا فندم؟ اللي انا اعرفه ان في ناس عندكم كتير بتعمل كده، ولا حضرتك ما بتقراش جرايد؟ انا مش فاهم انت مفاعله ليه، هو السؤال حرم؟ وبعدين يا ستي انا حاولت اكلمك كتير جدا على الموبايل علشان اشوفك بره، لاني كنت عاوزك في موضوع تاني خالص. طيب حس ان حضرتك سالت سؤال محرمش وخدت الاجابه اللي انت حر تصدقها او ما تصدقهاش. تسمح لي بقى، مش هقدر اعزمك على حاجه في اول زياره تشرفنا بيها، عشان انا مضطر اروح. عن اذنك. استني بس، ده انا عايزك يا داليا. يا داليا استني استني، انا بصيت على الشغل لقيته هايل، بس حابب التفاصيل كده من اصلا. هو ده كل اللي عندي، لو في اي جديد همليهولك بالتليفون. ايه يا باشا، اهلا. يا ترى ايه اللي جاب سيادتك هنا؟ جاي هنا بصفه رسميه؟ لا، بس انا على فكره مش مطلوب مني افصل لسيادتك سبب زيارتي. لا جنابك غلطان، هنا جورنال مستقل، مش من حق اي ضابط بوليس ان يخش بشكل رسمي الا اذا كان معاه اذن من النيابه او بالاتفاق مع العلاقات العامه. تحب جنابك اتصل بالعلاقات العامه عشان اعرف صفتك هنا ايه؟ بقول لك ايه يا استاذ صلاح، بلاش والنبي تعمل عليا مناضل قدام المحررين بتوعك، بدل ما سمعك كلام مش لطيف قدامهم. تقصد ايه يعني؟ الظاهر انت ما انتش عارف بتتعامل مع مين. لا ده انا عارف كويس قوي، اصل انا من 10 سنين كده كنت خدمه في الزمالك، وحضرتك كنت نازل من 9 شارع حسن صبري، احوالك ما كانتش لطيفه حبتين، وجيت اعمل لك محضر سكر، وانت حضرتك استغليت نفوذك واتصلت برؤسائي اللي مرمطوا بكرامه الارض عشان حاولت اطبع عليك القانون. الكلام ده قبل حاجه ما تفصل بدله المعارضه اللي مش لايقه عليه ولا عمرها هتليق عليه. شفت الدنيا ضيقه ازاي؟ في ايه؟ اتفضلوا. دي بسببي أنا آسف. ليه قال كده بس؟ أنت إيه علاقة حضرتك بالموضوع؟ وأنا يعني مش من حقي إن أنا أعيط. إيه؟ عايز تقول حاجة تانية؟ عايز أقول لك امسحي الكخ عليكي واحد. أنا عارف إن التوقيت مش مناسب وإن كلامي كان سخيف جدا، بس أعمل إيه؟ أنت فاهمة شغلتنا ما فيهاش مكان للعواطف، ما بنتعاملش غير بس مع الحقائق مهما كانت قاسية، مهما كان دمها تقيل. شكلك جميل جدا وأنت بتعيط، بتفكريني ببنتي. أنا عارف إن أنا مدب، ما بعملش كنترول ساعات على لساني. لا مش قصدي إن أنا مدب عشان قلت لك شكلك جميلة جدا، لا هذه حقيقة. أنا قصدي على موضوع الديفيديهية، والله العظيم ثلاثة أنا ما كنت ناوي إن أنا أكلمك في الموضوع ده أصلا، بس برضه شكلها وحش قوي في حقي كظابط وأنا داخل على الصحفية أقول لها دليل تايه يا ولاد الحلال. هو بس علشان الحلفان بصراحة أنا كنت هسألك عنها، بس في الآخر يعني ضمن مواضيع تانية كنت عاوز أكلمك فيها.
انت ليه كنت بتعاتب الحراره دي؟ سؤال غبي. انا فاهم طبعا انك متالمه علشان صافي، بس قصدي ليه الحرقه دي؟ في حاجه تانية؟ طيب خلاص بلاش، سيبك من الاسئله دي كلها، هسالك اخر سؤال والله، اخر سؤال. ممكن لو سمحتي نقعد في اي حته وندردش شويه مع بعض عشان انا عايزك في موضوع مهم. هو خدمه مش ليا، خدمه للعداله، محدش غيرك هيقدر يساعدني فيها. طيب على فكرة انت لو عايزة تعيطي كمان وكمان فأنا ممكن أقف على النص شوية، لما تخلصي عياط خالص اديني فلاشر. الموضوع اللي كنت عايزني فيه. صوتك مخنوق قوي يا أستاذة، أغرب من صوتي ولا مزكم. تصوري يا أستاذة أنا قضيت نص عمري مزكم. تعرفيش والنبي أي دكتور كويس عشان الجيوب الأنفية؟ تعبان والله يا جماعة، تعبان بجد. أي دكتور كويس ما يكونش بيقضي العيد في مارينا. ها قررت إيه؟ تحبي نروح نقعد فين؟ اختاري براحتك خالص. يعني أنا لو بالنسبة لي أنا دايماً بقعد في نادي الشرطة، إكمني بقى لي فترة ما بخرجش غير لوحدي، وكمان المشاريب هناك ببلاش. على فكرة أنا كنت غلطان خالص، شكلك وأنت بتحكي أحلى بكتير طبعاً. ساعة عشان تغير هدومك؟ انت ايه؟ على قلبك مراوح؟ ايه في بس يا عزيز؟ مالك متوتر كده مش على بعضك؟ مش كفاية داخل عليا من غير لحم ولا دستور؟ مش كان ممكن تكلمني في تليفون وخلص الموضوع ده خلاص؟ هو انت لو تعرف انت معطلني على ايه هتحتقر نفسك قوي. اديني التليفون بتاعك. ادي التليفون. في ايه يا سيدي؟ مالك معيشنا في سسبنس كده؟ تكونش هتقول لي كلام يطلعك من الوزارة؟ تمام الكلام؟ تمام، بس أنا عندي سؤال ممكن يبان غبي حبتين بعد الكلام اللي أنت قلته لي. اسألي. ليه ما يكونش الشريف راسخ هو اللي قتلها؟ لا ما أظنش. ليه؟ شريف راسخ حب صافي سليم بجنون، بدليل إنه اتجوزها بالسرعة اللي أنت حكيتي لي عنها دي. أنا شخصياً شفت الحب المجنون ده في عينيه وهو خارج من الأوتيل ضايع. اللي أنا شفته مش مجرد غيرة طبيعية، دي هزيمة عاشق. على كده يبقى نديم كمال بريء من تهمة قتل صافي سليم؟ ده على أساس إن هو كمان حباها بجنون؟ هو اللي يحب واحدة يصورها في الوضع ده؟ ومن وراها كمان؟ نديم كمال ده حيوان، ما يعرفش غير حب التملك، عشان كده أنا شبه متأكد إن هو اللي قتل صافي. أسئلة تانية؟ والله بعد اللي قلته ده صعب، خلاص توكلنا على الله. استني، ناقص حاجة؟ خير، في إيه؟ نقرا الفاتحه سوا علشان ربنا يكرمنا. انت ايه خايف ما اعرفش اسيطر على قلمي وابيعك وانشر اللي انت قلته لي؟ انت ليه حسبتيها كده؟ انت حتى لو بعتيني هتبقي صاحبتك، انا عارف انك اجدع من ذلك. انا بس عايز نقرا الفاتحه علشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا في اللي احنا اتفقنا عليه. ايه انت مش حافظه الفاتحه ولا ايه؟ لا خلاص حافظه. ايه انا بشوفهم بيقروا الفاتحه كده والله. لا ده بس في المناسبات السعيده، انما المناسبه دي مش سعيده ابدا. عندك حق. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. صراط الله العظيم. ايه تفتكر هنعرف نعمل حاجه؟ نقدر نحاول ويكفينا شرف المحاوله. يلا صباح على خير.
أنا مش فاهم أنت متوتر ليه يا عزيز؟ دي مصادفة عادية ممكن تحصل لأي حد في الدنيا. يعني صافي سليم دي كان ممكن تكلمني أنا مثلا في التليفون قبل ما تتقتل، وقال لك كنت حابة متوتر وعامل زي اللي أنت عامله لنا كده يعني. يا ابني يا ابني افهم، أنت موقفك غير موقفي أنا خالص. تخيل بكرة بقى الجرانين نازلة مكتوب فيها بقى بالبونت العريض ما سر مكالمة صافي سليم للوزير عزيز الجبالي. ماذا قالت صافي سليم للوزير عزيز الجبالي قبل مقتلها؟ طبعا بعد كده بقى الخبر هينتشر زي النار في الحشيم، والبرامج التافهه هتشتغل والتطبيل يشتغل عمال على بطال، والبلد تتملي اشاعات في الفاضيه وفي المليانه. حيلك حيلك بالراحه على نفسك كده يا عزيز. هو ايه اللي يخلي الجرايد تعرف الخبر ده من اصله؟ هو في حاجه بتستخبى اليومين دول؟ يعني عايز تفهمني يا سياده الوزير انك مش قادر تمنع خبر زي كده يوصل الجرايد؟ وحتى لو حاولت ان انا امنعها وقدرت، ممكن بقى حد من اللي كرهني يسرب الخبر، وساعتها هيكتب خبر تاني وبالبنط العريض لماذا حاول عزيز الجبالي اخفاء مكالمته الغامضه مع صافي سليم. لا بقى انت ناوي تقفلها بقى عزيز كده. عموما انا مش شايف اي داعي للتوتر اللي انت فيه ده، مهما كان مهما كتبوا ولا هتفرق طول ما انت متاكد من نفسك وموقفك سليم. مش انت موقفك سليم؟ هي المكالمة دي كافية ايه بالظبط يا عزيز؟ هيكون فيها ايه يعني؟ واحدة جوزها سابها بعد ساعات من الفرح، متوقع انها تقول لي ايه وحالتها تبقى ازاي؟ ما هو ده السؤال بتاعي يا عزيز، هي كانت عايزة منك ايه؟ كانت بتشتكي لي من نديم كمال يا سيدي. شايف يا سيادة الوزير؟ شايف حقارة نديم كمال وصلت لغاية فين؟ ما كفاهوش انه صورني في اوضه نومي وانا مراته وعلى ذمته وانا نايمه معاه ومش واخده اخوانا، الا كمان بعت لي السي دي لغايه السويت اللي بتجوز فيه عشان جوزي يشوفه. مش كفايه انه دمر لي اسعد ليله في حياتي؟ مش مكفيه كل ده؟ مش مكفيه يعني ايه يا ابن الكلب يا نديم يا كمال؟ دي حركه واطيه قوي، اوطى من قدراتي انا شخصيا يا عزيز. بس هي بتحكي لك الكلام ده انت ليه؟ كانت طالبه مني اتدخل عند نديم عشان اخليه يكلم جوزها ويقول له ان اللي حصل ده حصل وهو متجوزها عرفي في السر. ايه التخريف ده؟ يعني انت عايز يقول للراجل سوري ان انا وريتك الحاجه اللي هتعملها كمان شويه، بس كنت عايزك تاخد فكره؟ يا اخي ارحمنا من هزارك شويه، ارحمنا من هزارك شويه. ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده بيجنن يا عزيز. يا سيدي الست ما كانتش في وعيها، ربنا ما يوريك صوتها كان ازاي وحالتها عامله ايه. دي كانت عامله زي الغرقان اللي عايز يتعلق في قشه. وانت قلت لها ايه؟ رديت عليها يعني وقلت لها ان انا ما يصحش ان انا اتدخل وما اقدرش كمان اتدخل في مواضيع زي دي. اتصدمت من ردك صح؟ بعيد عنك، انفجرت فيا. يعني ايه مش هينفع تتدخل؟ صباح خير. دي اخر حاجه كنت اتصورها منك يا سياده الوزير، انت تتخلى عني؟ انا كنت فاكره ان لما صافي تطلب منك خدمه زي دي في وقت زي ده انك تقف جنبي مش انك تتخلى عني. صافي سليم يا سياده الوزير، ها فاكر اللي المفروض ان انت ترد حاجه من الخدمات اللي هي قدمتها لك قبل الوزاره ولا نسيت؟ انا حقيقي مش مصدقه اللي انا بسمعه. حاسه ان انا بحلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش ممكن. هوبا، يعني هي كده دخلت في الغميق. وانت قلت لها ايه طيب؟ مفيش بصراحه، انا كنت هدخل فيها شمال لكن حالتها صعبت عليا وقلت كفايه اللي هي فيه. ولا كنت خايف لتكون مكالمه متسجله تقوم فاتحه الرابعه بقى وقايله لك على الخدمات وتبقى مصيبه؟ خدمات ايه بقى اللي كانت بتقدمها لي وهي كانت يعني بتخدمني لوجه الله؟ ما كل خدمه كانت بتقدمها لي كنت بديلها قدامها الشيء الفلاني. وبعدين الكلام ده كان زمان ايام البيزنس، انما بعد ما دخلت الوزاره قطعت علاقتي بيها نهائيا، ولولا الفرح الملعون ده اللي انا ما كنتش عايز اروحه ما كانش حد اصلا عارف ان انا كنت اعرفها. انما بقولك يا فاروق، تفتكر موبايلها كان متراقب؟ اوامي ليت كده؟ ما هو لو كان متراقب كان اللي بلغك كان قال لك. اه صح عندك حق. المهم انت قلت لها ايه؟ لما لقيتها مصممه على التخريف اللي هي بتخرفه جمدت قلبي وقلت لها بكل حسم، انا ما اقبلش انك انت تكلميني بالاسلوب ده. انا اسفه يا سياده الوزير، انا اسفه. انا عارفه ان انا ممكن اكون اتجوزت حدودي مع حضرتك، بس والله العظيم ده من العشم. سياده الوزير، انا عارفه ان انت راجل شهم وجدع، مش هتسيبني في المحنه اللي انا فيها دي لوحدي. لو مش هتقدر تكلمه بنفسك ممكن تخلي حد من صحابك يكلمه.
إذا كان الحرب اللي بيني وبينه أنا خلاص علنت استسلامي، رفعت الراية، خلاص أنا بعترف إن أنا مش قد نديم كمان عشان يطلعني من دماغه. والله العظيم أنا بعترف أنا مش قد نديم كمان. يا عيني يا بنتي، طب ما كمل أول. وأنا بحكي لك حوديت قبل النوم، وليه ما تقولش يا عيني يا صاحبي يا اللي وقعت في مشكلة ملهاش حل. اسف يا عزيز، كمل، قلت لها إيه طيب؟ المهم بقى ان انا لما لقيت الحسم والحزم جاب نتيجه رحت مكمل وفاتح بقى معاه على الرابع. قلت لها شوفي بقى، انا ما اقدرش اتدخل في المسائل الشخصيه دي بحكم منصبي ومواقفي الحساس. طيب خلاص بلاش تدخل حد غريب يا سياده الوزير، بس حقيقي انت لازم تساعدني، انا محتاجه لك جدا. طيب على الاقل كلم انت شريف بنفسك، اشرح له طبيعه العلاقه اللي بيني وبين نديم كمان. هو اصله مش مصدق ان انا كنت متجوزاه، فلو حضرتك شخصيه محترمه زي حضرتك كلمته اكيد هيصدق ويرجع لي. انا عارفه ان شريف بيحبني، بس هو امبارح كان تحت ستريس جامد جدا، وانا عذراه، انا عذراه جدا والله. انا بصراحه ما صدقت لقيت طلب زي ده معقول. قلت لها طيب يا بنتي اديني رقم التليفون بتاعه وانا هكلمه واحاول ان انا اهديه واتوسط بينكم. يا حنين يا عزيز، امال كنت عايزني اعمل لها ايه يعني؟ واحده وقعت تحت ضغط عصبي شديد وما كانتش في حالتها الطبيعيه، دي قالت لي انها كمان حاولت انها تنتحر، يعني بتعمل خطوات مش محسوبه، فقلت ممكن تهلفظ باي كلام وتلم الصحفيين حواليها، فقلت استوعبها بكلمتين حلوين واعمل اللي يريح ضميري واخلص. بص الجمله مش راكبه كده على بعضها بس زي بعض. مهم انت قفلت وكلمت الزوج المخدوع بقى؟ لا طبعا، لان موبايله كان مقفول، وهي دي الخدمة التانية اللي طلبتها مني. معلش يا فندم، هو طلب صغير كمان، يا ريت حضرتك تكلم حد من الداخلية تدوروا عليه، لان انا بكلمه على الموبايل وموبايله مقفول، وانا اصلي خايفة لا يكون اخد اول طيارة ورجع على امريكا وما اعرفش الاقيه تاني. انت بتضحك على ايه؟ اصل انا تخيلتك بتصدر قرار تمنع فيه شريف راسخ من السفر لهروبه من سداد مستحقات صافي سليم. مش عارف اقول لك ايه، برضه الاحساس نعمه. طيب يا ملك الاحساس، قول لي انت عملت ايه؟ طيب انا استوعبتها بكلمتين وقلت لها ان انا هعمل اتصالاتي وارجع اكلمها تاني وما تقلقيش وكل شيء هيبقى تمام، ورحت قافل معاها وقافل تليفوني. وصحيت من النوم على الخبر الفظيع ده. الله يرحمها بقى، هي فعلا ما كانتش تستاهل اللي حصل لها. هو انا جاي لك عشان تترحم عليها؟ انا جاي لك عشان تشوف لي حل في النصيبه اللي انا واقع فيها. مصيبه ايه يا ست وزير؟ ما بلاش الحساسيه المبالغ فيها دي، انت موقفك سليم وتمام التمام. ده لو كنت حكيت لي كل اللي حكيته لي ده من غير ما تعمل عليها اي رقابه. والله العظيم حكيت لك اللي حصل بالظبط كلمه كلمه، وانا هكذب عليك ليه يا اخي؟ طيب يبقى موقفك تمام. يعني هما مش هيستدعوني عشان يسألوني عن المكالمة اللي حصلت بيني وبينها؟ لا بص بقى عزيز، أنا لو منك بستناش لغاية لما يستدعوني. أنت تشوف واحد من أصحابك دول بتاع قنوات فضائية توك شوز وحاجات كده، هما أعتقد اليومين دول فيها إجازة، بس كمان يوم يومين هتلاقيهم رجعوا يعني. وترتب معاه بقى إنه يتصل بيك على التليفون يكلمك على أساس إيه؟ على أساس إنه جات له معلومة إن أنت كنت حاضر الفرح وإنه هو بيكلمك عشان ياخد شهادتك يعني. ولما تبقى على الهوا يا زيزو الكرة في ملعبك، صوتك الرخيم كده المتأثر تقول كل الكلام الحلو يتعرفه على الست، جميلة خدومة جاملة، وانه كان في بينكم علاقة عائلية خلتها لما تقع في مشكلة زي حصلت لها مع جوزها كده تتصل بيك عشان تحاول تصلح بينهم يعني، وان انت وعدتها انك هتعمل كل ما في وسعك. لو المكالمة طلعت فعلا مترقبة وماله، انت بالمكالمة دي هتكون سبات اي محاولة تشويه سمعتك، واثبت لكل الناس انك مفيش حاجة اصلا خايف منها. وبعدين لما يستدعوك في النيابة هتعيد كل الكلام اللي قلتهولي حرف حرف زي ما قلتهولي بالظبط. ازاي بس يا فاروق؟ زي ما بقولك كده، افرض تليفونها طلع متراقب، تطلع بتكذب ليه؟ انت شخصيا رد عليها وبكل وضوح. لو طلع التليفون مش متراقب يبقى هتكون حطيت النقط على الحروف وخرجت من موقف ساخ سليم. ربنا يطمن قلبك وما يحرمنيش منك ابدا. كفايه كده يا عزيز قطعت قلبي. الله يخرب بيت الوزاره اضطرتك تلجالي بعد ما كنت انا وغيري بنحلف بعالك. المهم تفتكر مين اللي قتل الست دي؟ تصدق ان من ساعه ما سمعت الخبر وانا مش لاقي اجابه للسؤال ده. تفتكر مين اللي قتلها فعلا؟
وهكذا عزيزي المواطن رحلت صافي سليم، رحلت بعد أن أصبحت رمزاً لعهد من تزاوج السلطة والمال، رمزاً لعهد انقلبت فيه آيات كثيرة، عهد لم يعد فيه العلم أو الفن أو الموهبة طريقاً إلى النجاح، بل صار الجسد في حد ذاته هو الموهبة الأبرز والأهم. رحلت صافي سليم وهي تحمل معها أسراراً كثيرة، سنحاول أن نكشف لك بعضاً منها في ملفنا المثير الذي نبدأ هذا العدد في نشره ونواصل النشر في الأعداد المقبلة. لكننا واثقون أن ما نعرفه عن صافي سليم ليس سوى قمة جبل الجليد الذي سنجتهد في كشفه وتحطيمه طالما ظل فينا عرق ينبض، والله من وراء القصد. إيه رأيك بقى يا أستاذنا في المقدمة الجميلة دي؟ تحفة يا صلاح، تحفة. أنا لو ما أعرفكش يا صلاح كان زماني جسمي أشعر من عظمة اللي أنت كاتبه. ليه؟ اللي أنت كاتبه يا صلاح يبين إنك كأنك ما تعرفش صافي سليم، ولا إنك كنت بتحبها في يوم من الأيام حب قصر ليلى، ولا إنك قدمتها لنا على إنها النجمة القادمة التي تمحو طريق سعاد حسني وفاتن حمامة. أستاذ غانم، تعرف كويس قوي إن ده لما حصل كنت عشان مخدوع فيها زي ما ناس كتير انخدعت فيها. صحيح أنا ما انكرش إن أنا تورطت معاها في علاقة عاطفية، لكن ده عشان آخر أزمة أنا مريت بيها بسبب طلاقي. لكن بعد ما اكتشفت إن هي كانت واخداني سلم، واخدة الجورنال بتاعي سلم لتحقيق مقاربها كلها ضد صراعها مع نديم كمال، ساعتها بس غيرت رأيي. أنا ما كنتش بساندها مع نديم كمال عشان خاطر كنت أنا بحبها، لا، أنا كنت بساندها لأني كنت متأكد إن نديم كمال ده كان ظالمها. ظلمها؟ حرام عليك يا راجل، ده هبرت منه هبرة ما اتهبرتش في تاريخ البشرية. وبعدين أنت يعني يا صلاح كنت متخيل إن البيت دي هتحبك أنت؟ يا راجل يا شايب يا عايب. شوف مين اللي بيتكلم، مش انت برضه يا استاذنا اللي عملت لها اكبر صالون ادبي وعزمت فيه مثقفين وفنانين البلد وخليت كل الجرايد تكتب عنها؟ مش انت ده، انت عملتها ولا مي زياده في زمانها. انا عمري ما انكرت علاقتي بيها، وانت لو قريت يا صلاح اللي انا كاتبه هتعرف انا قد ايه متعاطف مع صافي سليم. صافي سليم ما كانتش مجرمه زي ما انت عايز تصورها للناس يا صلاح. قريت يا أستاذي اللي انت كاتبه، بس انا ما اقدرش اغير فيه حاجه. انت راجل عظيم وليك ألمك وليك جماهيرك، بس انت لو عاوز رايي يعني كاصدقاء. طبعا. اللي انت كاتبه ده يا استاذنا هكس. عارف ليه؟ لان انت عاوز تبرر فيه اللي انت عملته في ان انت جبت لها صالون ادبي شهير، ده غير ان هي عزمتك كمان في فرحها وحضرتك رحت وشرفت وانت رحت. عزمتك في فرحها وانت رحت، ده اللي عايز تفش غلك فيه، عزمتك في فرحها، والفرح سبحان الله اتقلب جنازه لا حول ولا قوه الا بالله. يا صلاح الصالونات دي انا كنت بعملها وما بخدعش حد، انا كنت بعمل شغلي. ازاي يعني؟ ما اناش فاهم. انا روائي يا صلاح، يعني عادي ان اعرف نماذج المجتمع واتقرب منهم واتعايش معاهم عشان اخد منهم واقول فيهم، ملعول ايه؟ وبعدين الروايات الريفيه وروايات المهمشين دي خلاص انتهت، ما عادش حد بيهتم بيها، كتابها جابوا اخرها وهي جابت اخرهم يا صلاح. يا راجل يا راجل يا مبرراتي. تحب اقول لك احمد فؤاد نجم قال على اللي زيك ايه؟ قال على اللي زي انا يا محافلط يا مزفلط. عموما يا سيدي انا اللي هيبقى مني رواياتي مش علاقاتي. يعني حد عارف احسان عبد القدوس لما كتب النضاره السوداء ولا انا حره كان يعرف مين ساعتها؟ لا طبعا، بس اللي عاشت رواياته واللي عاش كمان مواقفه السياسيه الجريئه عشان كان مصدق نفسه يا صلاح، ما كانش واخدها اكل عيش وسبوبه، مواقفه خدها لما كانت المواقف ليها تمن
مش ببلاش زي دلوقتي. تقصدي؟ شفت؟ اديك زعلت. وسع صدرك يا صلاح كده وخليك ديمقراطي. مبروك عليك الخبطه يا صلاح. ابعت لك الحلقه الثانيه بكره الظهر. سلام.